طبعا تفاصيل أكثر نناقشها مع ضيفتي في الاستوديو نادية البلاسي، محللة أسواق مالية. أهلا بك نادية. طبعا أهلا، ما زلنا نرى يعني وصول طبعا ترامب إلى الأسواق تلقي بتأثيرها طبعا واضح على الأسواق العالمية. حتى الآن كيف ترين تداعيات ذلك على الأسواق اليوم؟ أعتقد أن ما زال النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة جيد جدا. الناتج الإجمالي المحلي عند 2.8. أعتقد المخاوف الكبيرة هي بخصوص التعريفات الجمركية والتاكس كوت، ولكن كمان التاكس كوت كلها يعني تدعم النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، فأعتقد قد تنجو الولايات المتحدة من الركود الاقتصادي في عام 2025. ولكن الشيء الوحيد اللي يقلقني هو ارتفاع التضخم مع سياساته التي تكون يعني أكثر أجريسيف. طيب نادية، لو نتكلم أيضا عن تبعات، بما أنك تطرقت طبعا للرسوم الجمركية، تبعات عودة ترامب إلى البيت الأبيض، هل سوف تعيدنا إلى السيناريو الذي شهدته الأسواق الآسيوية في عام 1997؟ طبعا يعني وفقا على البيانات التي تكون جيدة جدا يعني، وكمان يعني غير الاقتصادات الأخرى، يعني النمو الاقتصادي مثلا في أوروبا ولا في المملكة المتحدة تكون عن بما يقارب 1% أو 0%، ولكن في الولايات المتحدة هو عند 2.8. فلا أعتقد أن هذا المشهد قد يكون من المؤثرين يعني الشيء الكبير في الأسواق، ولكن أعتقد هو مخاوف التضخم هي الأسواق تركز على هذا الشيء. يعني إذا ما شاهدنا مثلا رفع رسوم على الصادرات، استمرار قوة الدولار، وأيضا استمرار رفع أسعار الفائدة خلال فترة طويلة، يعني سوف ينعكس ذلك على أداء الأسواق الآسيوية خاصة. طبعا نحن نخرج من الدورة التسهيلية إلى دورة أكثر متشددة، ممكن طبعا أن يؤثر ذلك على الأسواق، ولكن so far شهدنا أن بس أسعار المستهلكين الأسبوع الماضي كان في ارتفاع طفيف عند 2.6%، وهذا الشيء الذي يقلقني مع التضخم يعني. ولكن أعتقد أن لسه سياسته يعني ما بينت أنه سيكون في هذا الارتفاع الكبير في التضخم، ولكن هذا شيء يقلق من الأسواق. ممكن نشهد أسعار فائدة عالية لفترة أطول خلال عهد ترامب؟ طبعا هذه مخاوف أوريدي في الأسواق نشهدها الآن، هذه المخاوف، ويكون في تقلبات على الأصول الأمنة أكثر بسبب هذا الشيء، يعني التردد ما بين الرفع الذي سنشهدها في شهر ديسمبر أو يعني سيكون في توقف مؤقت. هذا الشيء أيضا يكون في مخاوف وتذبذبات في الأسواق نشهدها الآن. طب منذ تولي ترامب أيضا الذهب يتلقى دعم كبير، ولكن اليوم نراه يتخطى مستويات أيضا 2700 دولار. اليوم حتى الآن ما هي العوامل التي تدعم الذهب في الوقت الحالي؟ أعتقد أن أكثر شيء يدعم أسعار الذهب الآن هو التصاعد التوترات ما بين روسيا وأوكرانيا، طبعا في الشرق الأوسط، ولكن المحفز الأكبر هو شراء البنوك المركزية وسط المخاوف أو تصاعد التوترات الجيوسياسية. يعني كل يوم نشهد في تصاعد أكثر من روسيا ومن أوكرانيا ومن الولايات المتحدة، حتى تنتهي يعني ينتهي بايدن من الرئاسة، فهذا الشيء أيضا في مخاوف في الأسواق، فتعزز مكاسب الذهب، وحتى البنوك الكبرى كلها تشهد بأن الذهب سيواصل مستويات 3000 دولار في 2025، فهذا الشيء أتوافق معها. طب بالنسبة للنفط أيضا، في ظل كل هذه العوامل التي تفضلت وذكرتها، وخاصة أيضا مع زيادة مخزونات النفط والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، إلى أين يتجه؟ أعتقد أن زيادة مخزونات النفط بنهاية الأسبوع الماضي عند 550,000 دولار هي التي حدت من يعني ارتفاعات النفط، ولكن مع توترات الجيوسياسية كان مفروض نشهد ارتفاع كبير أو أرقام قياسية لأسعار النفط، ولكن ارتفاع المخزون والأوفر سبلاي وتصريحات IEA وزارة الطاقة العالمية بأن سيكون في أوفر سبلاي بالفعل، هذه كلها عوامل تؤثر بشكل سلبي على أسعار النفط، ولكن ممكن أن نشهد رينج باوند أو يعني اتجاه عرضي أكثر للأبسايد لبرنت لمستويات 75 و80 دولار، وفقا على تصاعد التوترات الجيوسياسية. شكرا لك نادية البلاسي، محللة أسواق مالية، شكرا لتواجدك معنا. شكرا أنت.